عليكم وحياكم الله في مقطع ثاني من حكام العاب. والله مو مقطع ثاني، مقطع ما ادري كم، بس المهم مقطع جديد، مقطع جديد ونكمل فيه حركات اللي ما سويناها حق ناروتو، حركات الباقي اللي ما سويناها. فيعطيكم العافيه على الدعم المستمر، وكالعاده قبل ما نبدا المقطع لا تنسون الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ونشر الكومنت كمان. يا يلا متحمس شباب. وكاكاشي دبل شارينجان. يس دبل شارينجان حبيت. ثمانية. كويس. كان في فكرة حلوة إنه الكمبو يستخدم إنه يأخذ نص الأسلحة كذا ويزقع من جهتين كذا. إيه مرة كانت حلوة. لا بس في شيء يضحك. إنه يستخدمها السكاكين كانت تصقع في بعض فما في شيء قاعد يضربه. بعض. تلاحظ في شرار كذا حوله قاعد. بعض السكاكين تصقع وبعض اللي. أتوقع عشان الشخصية قصيرة يعني تحس إنها قاعد تصقع في بعض بس من قصده إنها تصقع فيه. لا بس لا الرينج حقه كبير. الزبده انه هو هي اكتد كول عرفت، على اساس انه ما جاب العيد. ورن رن 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 اوف اوف اي صح 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 في القصه في صح 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 هو سبب موته كان بيخطفون يخلونها تروح على القريه تهاجمها بشوفه مره ثانيه. هي الدراما اللي صارت بدنا واحد من الجورج هيك اللي بدري جسمه. يلا ثلاثة أربعة سبعة هو أكيد عشان الرفرنس. عجبني إن الرفرنس يعني صراحة متوقع. يمكن الحركات ما كانت الحركات إيه بس الرفرنس حلو يعني. أنا ثلاثة على اللقطة الأخيرة عرفت اللي خالد كرت بعدين قالوا رن بعدين قالت هو الصداقة والله. إيه قوة الصداقة ناروتو طبعا. ها كاكاشي كاكاشي دبل شرينجا بس حركة ثانية. يوزع مجانا يا عمي اساسا يوزعون مجانا صار في ناروتو كل شيء يوزعون مجانا. الرجال عنده شو يسمونه دبل شرينجا عنده شرينجا دبل شرينجا اي صح اي صح ما عليك قصص انتم تمر بعض. يلا يا سوا مره ثانيه معليش اوكي انا حتى عندي شيء كذا باي كنوكيه عمود شوف انت توني بعلق والله على طرف الزاني اللي تعبت نفسك تجيبه ذا كله علشان تسوي شادوري. واحد أربعة خمسة زعلني كاكاشي 145 والله زعلني صراحة. الفيجوالز حلوة انه وداه ذاك الرلم الثاني يا لما فعلها صح في البداية ساسونو بكبر عشان يسوي شادوري مرة لا لا يا كاكاشي كنت تحس من كذا يا ابوي خلصت الأفكار مرة خلصت مايت جاي مايتي جاي لا والله متأكد إن كذا الحركين قال والله قيم لا قيم خلاص تبغى تشوفه قصيرة أساسا قيم بس ستة صفر واحد. هي معفنة مرة معفنة بس الرفرنس إنه ترى هي حتى هو لما يسويه بالأنمي ترى سريعة ترى مرة واحد يقدر يسويها طط أنت. طب سوي لي سيت اب قبلها امزع مره مرتين ثلاثه خمسه بعدين انا اعطيته واحد بس بعدين كانوا قاعد يسوي حركه عاديه ما هو قلت هي حركه عاديه بس ذكرتني بمعركه حلوه بصراحه في ناروتو لما تقاتل مع كسامي سوى نفس الحركه مايت جاي اي الحركه الثالثه ان شاء الله تصير ان شاء الله يستر على اللي قبلها يلا
اوكي طيب. صفر أربعة ثلاثة. اول رحمتك كذا قلت لك طيب معلش هذه حركه عشان جت من الانمي سلكت لك يا اما الثاني ذي تستعبط علي ابو عيون بايخه والله على الاقل سوى إيه من اكثر إيه؟ من اللي قبله إيه؟ صار ايوه سوى اللي قبله بس انا الصفر عشان بشيله من الاثنين كانت في افكتس يعني حسسني انه هو سوى التيميت اول دلع يعني اسد وانفجار دلع دلع ما ينفع له صراحه ما ينفع له ومدره 6 باث ايه ان شاء الله كويس ان شاء الله كويس زعيم المصارات والسلطة أكيد المصارات مرني داري مرني داري ثمانية أربعة ستة يا أنا ما عجبني إلا آخر البداية شيء. لا البداية آخر شيء. الصوت اللي جيت شونغ سكا سكيونغ سكا تراها رفرنس يعني ايه بيت وور نفسه يس يس بس في النهاية كده اللي بس ارمي عليه كور كبير وخلاص يعني لا تكون كده ما في ابداع في الموضوع لا احبتني تو بيج فور رين نشوف اللي بعد كاغويا اللي تخرفنت من ناروتو زعلان من القصة اوكي دو ايه العالم حقه مدري أربعة واحد ستة أنا ما عجبني كلها إلا البداية لما تطلع كذا منها وتأخذ كذا في البداية في البداية أول حركة إيه يوم تسحب على هذا لا أنا عجبني طلعت الجنشوركيز كذا فجأة إيه شفنا صورة بسيطة بس نفس التير بيست إيه أنا شفتها إيه بس كانت سريعة بس إنه شوفهم ترى تكون سخيطة وانتهى يعني ما شفت بس يعني مو لدرجة صفر هم واحد يعني لا أنا ما شوف شيء حكيم المسارات الستة أنا يعني حكيم جدا ما شوف شيء أنا صراحة يعني ما شوف شيء طلعت وقفت فوق استدعت واحد ذا قلب خلص أوكي يا ضربت ما كانت إيه ما أوبيتو التنشوركي إيه سيف الدي ان اي مرة ثانية السيف الدي ان اي يا عيال نونو بوكو نونو بوكو نونو بوكو انقلع دا لا ابوكو لا ابو ابوكو سكاع اثنين 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 الاا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 ا
حرام يا عمي. فول هاوس مو فول هاوس سرا ادري اللي هو الحركه كلها ما كانت حلوه حرام يا الله. يعني في فيجوالز حلوه بس ماشي الحركه. هذا المفروض كذا يسوي 20000 شغله وشغله. يعني هل بانداي مستوعبه كميه القوه اللي عنده؟ ما انا مالي دخل زعلت بس. علشان يسلكولي بحركتين زعلت نوبو نوكو انقلع لا ابوكم لا ابو ابوكم اللي بعده اللي بعده او ما درى ما درى ما درى الطبيعي اول ميت اول اللي هو الحركه الثانيه دقيقه استهدي بالله يا ابني اوف اوف والله يوم استح سري سري كذا من شو طب يلا يلا دارك تموت يلا بوف نايزك نايزك خلاص يلا سلام عليكم يلا تغيير واحد ستة ثمانية مرة سريعة كانت مرة 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 بس حلوة سريعة شوف أول شيء سريعة رفرنس من الأنمي سالفة ربط شجرة نزل عليه نايزك تدري نايزك هذا مو كبير نايزك كبير ما أنا عجبني سالفة نايزك كبير مو قد نايزك هاي والله مرة رهيبة أنا حسيت إنه كان خلص نايزك ونايزك عيال حتى النايزك الأول تحس إنه فنشون ما احترق لسه عرفت اللي هذاك تحسه جاي من بعيد هاي أحسن شنو هو أحسن من الباقيين اللي يسوون لك ألف نايزك كذا ويصقع كذا لا هذا جاب فكرة كذا مركز أنا ما أثق فيك أنت بعد مايت جاي عطيته ذيك حق تبقي الستة واللي بعدها صفر والحين قاعد تعطي ذا واحد خاصة أنا ما أثق فيك قبل أنا 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 ودي تشوفون هو شو مسوي صراحة وكيف قاعد يقيم بس للأسف أن كله مقصوص حكم ما هو باين يعني حكم فنان للأسف أنا حكم معتمد دولياً
واللي براسك شيء اللي بعده تستعجبني. اوتشي هاي تاتشي. ايوه على طول عطاب الصيف. وين وين بدري تعال خلص كذا خلص. واحد نص ثلاثة ما اقدر اعطي صفر لتاتش حتى انا عشان قاعد اطلع نص. شوف مره قبيحة الحركة مو قبيحة يا سريعة مرة يعني ضربة واحدة بعدين ساسونا شفناه ألف مرة بصراحة هنا يعني طلوع ساسونو خلاص صار ممل يعني كل واحد كذا ساسونو ساسونو داتشي ساسونو ما عليك ما ادري مين ساسونو عندي ما عليك اللي عندهم شغله تحس انه قاعد لا مشغله لا شغله ولا مشغله يعني بعد اللي برا كذا قاعد جنب الباب ساسونو تعال تعال بالله اوبيتو اوتشيها بس مع الزيتسو الابيض اي الاتحاد قوه اي لما كان صغير اخر واحده ليش ما كملها طيب تسعة خمسة أربعة يا كانت بتروح لعشرة بس النهايه نو 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 نهايه مره نهايه بايخه انا اقل من عاديه بالنسبه لي لان كذا انتهت فجاه ايه لان حسيت انها كلها سيت اب مره حلوه بس المفروض اللي تجي ما جت حسيت انه حرام اني اعطيتها تسعة كمان ما ادري ليش تردد ايه خلاص التحكم نفسه واو تسعة بس عشان شفت الماضي حقه هي ريفرنس حلو يوم انها ماتت ري ايش اسمه رين ايه نص سبويلر يلا هوكاغي الثاني يبا قول اسمه سلفي حقيقي ابغى اشوفه مره ثانيه دي هذا انسان مهم بالنسبه لي شلون الانفجار كذا صار 2D فجاه ما عليك ما عليك ناروتو والشباب يلا تسعه سته ثلاثه يا اوف يا ما عجبتني الحركه انا عجبني انه جابوا اختصاصه المويه والانفجارات ترى اختصاص خلاص وثانيا هو اني دائما اللي احبه يعني فما يمدي اعطيه اقل من 9 يعني. تقييم قبل شويه كانه جدول ضرب اي صح 3 6 9 هوكاغي الاول الاسطوره ايش هو من هوكاغيز كلهم يحبون السيلفي ثمانية اثنين اربعة يا انا مطبل للهوكاغي الاول اقول لك يا انا مطبل الحركة بايخة بس ما اقدر اعطيه تقييم سيء والله شوف الحركة مو مرة بايخة عجبني انه استخدم الشجرة وجاب بس كان سريع بعدين اعطيها الضربة وطيح على تحت يعني فلقها بس كي عرفت اللي قال طنق بس كانت مرة سريعة صح سريعة كان بس الاول اتذكر ايش سوى اما جاب التمثال الكبير وقف يصارخ يلا تتذكر ايش سوى؟ عم تسابر عطل 10 اي اعطاه 100 10 100 مره انبسط منه رقم كبير هوكاغي الثالث الله الله طب يا مسكين والله شوف في ادفانس كذا زحمه مسوي يا ابوي جاب لك اربع اشياء كل العناصر طيب العناصر تكنسل في بعضها ابغى اشوفها مره ثانيه ابغى اشوفها مره ثانيه رمى هذا وجهي خبطه دب مستعجل مستعجل بس تكلمون دبوا تقييم عنه يس في اثنين ازرق واحد ابيض واحد بعد التقييم علم يلا 10 7 7 يس 10 ويستاهلها العجوز القرد هو قرد لا هو قرد يا اخوي استدعي قرد يعني قرد انا عجبني يا اخي يعني اذا انت ربي كلب يعني انت كلب طب شوف دب شو يقول قطعت المسكين عجبني ما اعطاها الافاتار لاسبن اير بندر كذا تعرف اللي كل دخلت في الموضوع مره كانت رهيبه ولو انه يعني فيزيائيا ترى تكنسل بعض
فيزيائيه ما انا قلت لك ناروتو يعني اوكي كهرباء مويه اوكي موصل شايف ناروتو فيزيائيا يعني عمي قاعد ينزل نيازك من فوق والارض لسه عايشه جدك انت هذه ايش فيها الارض يا عمي شوف انا اعطيك اياها بالنهايه الارض ضربت باكثر من نيزك وما زالت عايشه العشره اغلبها بس عشان صوت الختوم هو قاعد يسويها كانت مره فظيعه ما ادري ليش في ناروتو بعد شوفوني كذا بدوا يقلون من الختوم صار مو ما عاد صار يسوونها يا هذه المشكله صحيح 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 اول كان ربع ساعه عشان يسوي كاتون عرفت الحين بعدين كاتون هوف خلاص بس يقول اسمه يلا نشوف اللي بعد باقي ميناتو ميناتو اي او الحوكاجي الثالث وهو الرابع قصدي راسينجن راسينجن نزل تحت طيب اعطيه راسينجن ثاني ستة صفر اربعة صفر صفر شوف صدق انه سريع و سالفة راسينجان بس ترى سوى حركة إيه راح سبق بسرعة عشان أجيب لك راسينجان في ظهرك عشان أحشرك بين اثنين راسينجان يا واو شكرا يا واو ميناتو حلو العالم يلا يلا ركز يا بعض خش ختم بطنه شيء ختم بطنه عشان يلحق على طول راسينجان عشان ثلاث برد على طول ها هذه حقت شو اسمه اللي يحطه بسكاكين وبس يقدر يطبع إيه لا لا الحركة هذه كلها سن ريفرنس يوم الطاق مع يس في أوبيتو مرة ثانية أوبيتو يوم استدعى شو اسمه إيه استخدامه كثير أنا كده وبعدين رك ثبت عليه سبعة أربعة ثمانية يا كانت حلوة هي راكبة عليه هو شنو سريع فهي حلوة سريع لا لا هي حلوة هي عشان ريفرنس وما إلى ذلك يعني يا طيب والريكاغي اي 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 يلا كاتشا اه ساس كويس اي طيب كأنه تغير الرسم شوي صح ولا انا تيالي صح الا كأنه جاي كذا في فلتر ايه في فلتر كذا و... الله الله اثنين أربعة أربعة برضو لأنها رفرنس والفلتر والفلتر حلو الأربعة كلها بس عشان الشخصية ولا الحركة الخايسة من جد من جد كاف اي اللي بعده خلصنا خلصنا صح خلصنا خلاص طيب خلصنا ناروتو خلصنا يا ما حد يجينا يقول لنا وين ناروتو اخيرا حيطلعونك من تحت الارض يا رجال ما عليك حتى اثق في جمهور ناروتو من الرغم اني بحاول خلاص نزلنا كل شيء يعني ما في لعبه اخذت حقها اكثر من ناروتو مره في قناه العاب كلها ترى ناروتو دحين اخذ غير الساعات اللي صارت خلفيه يعني من اللعب وتختيم وفلوس اندفعت عشان دي سيات يا الله خسائر بس والله يستاهلون والله يستاهلون يعني طيب والله يعطيكم العافيه صراحه احسن شيء في المباراه انا ناسي ايش في كان في الحلقه دي بصراحه انا اقول في السلسله كلها يا رجل السلسله كلها ترى انتبه لما تقول لا 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 السلسله كلها اكثر واحده عجبتني انا براسي في واحدة على طول بقولها حرم لا هذا معك هذا هذول الاثنين انا بالنسبه لي جننوني مره جننوني انا مره حبيتهم بزياده بعدين ممكن بعدها يمكن الهوكاجي الاول الهوكاجي الاول اللي يعني يطلع الكبير وحقت ايش يسمونه كونهامر وناروتو يس اوف كورس لازم يكونوا موجودين هذول لازم الثلاثه كونهامر والمدرب وناروتو لازم يكونوا مع بعض هاي اكثر انت عجبتني صراحه بالنسبه لي طيب عندي السؤال يا من اللي شفته انت اكيد شفت المقاطع يعني في شوف اهم شيء حطيت لايك حديثا انا لا اتابع بس ما احط لايك بس اعطيكم مشاهدات نتعب ونسوي بعيب النهايه بدون لايك اعطيكم مشاهدات طب لايك زر يعني تقدر تتحمل 19 دقيقه بس ما يمديك تتحمل انك تضغط زر يا بعد شوف طيب يلا دفاعا عن نفسي اوكي انا اسوي لايك لاغاني عرفت فعشان صارت اللايكات عندي اسوي لك بلاي ليست يا اخي مشوار المهم قول لنا ايش كان افضل شيء شفته
اغنية جاستن بيبر. مين انت الثاني اغنية؟ قلنا شو اسمه حديثا روكلي وغاي. روكلي وغاي بس من الحلقة اللي راحت اذكر في حركة كانت رهيبة جدا اعطيتها انا تقييم عالي بس ماني قاعد في شيء اعطته مية. يا ظهر سانجوكو القرد اللي هو شو اسمه الفريق الثالث جينجيركي القرد. اي ممكن هذاك قرد حلو بس يا هذه الاشياء اللي انا ما مديني انساها اللي هو الهوكاجي الاول لحاله وايضا كان في اللي هيدان وكازيو ولاكاتسكي مع بعض برضو كانت حلوه. تذكرت برضو في حركه اللي شو اسمه ايتاشي مو ايتاشي مادرا مادرا ايش بو مادرا اللي يوم استدعى شو اسمه تن تيلز ولا ايه اوكي بدي اعطك اللي يوم سوى السيف بالسيف ذيك رهيبه يا حلو يا يا اتذكر انه في اشياء كثير حلوه. لا لا بس اللي تيجي في راسي دائما لوكاتسكي وهذول الاثنين ولا هوكاغي الاول اللي دائما كذا على طول تجيني في راسي واستمتع فيها حتى في الايديتنج اجلس اتفرج اكثر من مره كذا شوف ردة فعلنا وهو التفسيخ ذاك حق الهرم وجسد هذا الاسطوره على جامع عندنا. خلاص وكذا وصلنا نهاية يس. علمونا في الكومنت اكثر واحدة عجبتكم وش ممكن نسوي حكام المرة الجاية لعبة غير ناروتو. اي طبعا لا تكتبون وين ناروتو ولا جزء قديم حتى يعني حتى مزحة لا تقولونها يا وين اشوفك تكتب اكتب احبه زيو بس يلا سلام عليكم انتو.